على السياسة العراقية. قال انه كانوا رايدين يوصلوها الى العراق قبل ما يشوفني وفد الكونغرس الامريكي. لكن بما ان وفد الكونغرس الامريكي شافني ولم يتمكنوا من ايصال هذه النقاط فيريدون الان يوصلون هذه النقاط. ومن بين هذه النقاط ان صواريخكم اللي ناص بيها تهدد القواعد الامريكية. خلص مثل ما قلت انت من صليت ببيروت وبالاطابة الموت ها الان يحكم رياح الجنة. احنا بالنسبة لنا ما طول كل اللاعبين الصغار انعزلوا ما صار بالامكان الا ان تلعب اللعبة امريكا مباشرة. احنا والله مستعدين مستعدين نقاتل امريكا ونقاتلها ان شاء الله وبعون الله نقاتلها ونطلعها من المنطقة كلها. يا الله هو القتال مو الا يعني صحيح احنا امريكا عندها طائرات سفيرة واحنا طائراتنا متواضعة قليلة على قدنا عندها صواريخ سفيرة واحنا صواريخنا قليلة على قدنا متواضعة بس اظن ان الجمهور العربي لما يشوف موقف حقيقي مو كلام اعتقد راح يقاتل امريكا في كل مكان. فاذا على العدل لازم نتهيأ لان نقاتل امريكا. احنا متهيئين لان نقاتل امريكا، عدل ما تقاتل. امريكا تضرب ما راح نضرب. وين ما موجوده قطعه بحريه عندها بالخليج راح تروح طائراتنا تطير عليها وتضرب. علينا نعلن ببيان انه شنت طائراتنا هذا اليوم هجمات مستمره على القواعد الامريكيه حيث ما كان. فالمعركه من الصين واحد ما يقول خطر خسرت ولا يحسب لي قدام ولا يحسب حتى بالاخر. احنا هيك ترى من دخلنا المعركه ويا ايران حسبنا كثير قبل قرار المعركه. كثير يا ما كتبنا رسائل بدين حتى الخارجيه حتى رفيق طارق ما شاء الله رفيق طارق الدكتور سعد بن حمادي ما كلفته يكتب رساله انا بيد اكتب رساله. اقول لهم يا اخوان ترى اللي تعملوه حرب ارجوكم اسالوا الاختصاصيين القدامى في وزاره العدل لان انتم جايين نظام جديد وزير القدامى في وزارة الداخلية ربما العفو في وزارة الخارجية سيرشدوكم إلى ويبينونكم من الناحية القانونية إلى أن اللي يقومون به ضرب المدن واحتلال الأرض هو حرب يعني هالشكل. ثم الرسالة الثانية أقول لهم اسألوا الاختصاصيين اللي قبلكم في وزارة الداخلية ترى سيف سعد وزين القوس عراقية فأنتم هم أرض عراقية تنتزعوها وأيضا تحطون مدافعكم بها وتجون تضربون العراق. فحاولنا لكن صار الحرب صارت الحرب ما حسبنا ما حسبنا ولا ليش يمشي شو تحسب هذا هو تمشي تفوت. فهيئوا نفسكم لهذا المستوى من المعركة. احنا بالعراق انتم مو دولة. معكم لا بترول لا معمل ينضرب لا ما ادري ايش الى اخره. بس احنا اللي دولة طالعين من حرب 8 سنوات ولكم بروح امريكا مضربتنا راح نضرب امريكا. هذا كلام قلناه. احنا تحكون هنا انه اللي يجي يبقى في زي الميكروفون حشي كل وحشات ما يعرف وين تروح وين تجي. احنا الكلام اللي نقوله نقص. شو ما وصل واشنطن بدزلنا واحد محزم لواشنطن. صاروخنا ما يصل واشنطن. بس والله ما يصل واشنطن لنضرب واشنطن. لانه
يعني شلون واحد يضرب العرب ونظل ندحش شيء، او يضرب العراقيين ندحش عليهم ونقول والله احنا اطول ما نقدر؟ احنا نقدر، نقدر ندز ندز بشر كثير نمشي نمشي واشنطن نحزهم ورد عليهم زمان. ودي مسألة هذا الشهر تنابل، هذا المحزن تنابل يزيد نفسه على سيارة بوش، هذا اللي يعني كل المسائل. أما قواعدهم هذه ما موجودة بتركيا وإلى آخره، انحرف ومحيا. فبهالمستوى خلينا نعد نفس، يعني لا يكفي أن يعجبنا الكلام، لأن الكلام ترى مو كلام، يعني الكلام هو قرار والتزام، وكل كلمة احنا اعتدنا سلسلة من اجتماعات ويا العسكر لما قلنا الكلام، مو راح شرع شكل، شو يسوي صواريخ، شو يسوي قوة جوية، نفحص دفاعاتنا، شو اللي تحتاج، قواعدنا، من القواعد شو الأوامر اللي تصدر لهم، في حالة ضرب بغداد بالقنابل الذرية كيف التصرف يحصل، كل هذا احنا نحاسبه. ما هو الله، ما هو توقيتنا، لكن رهم، رهم، لأن قد ما يفوت بدون ما راح يدق رجل قوية، وضع الأمة العربية مسيء يصير، وضع القضية الفلسطينية يصير مسيء، فهو مو توقيت، لو على اختيارنا والله كان اختارنا غير التوقيت. لكن هو توقيت الضرورة. ضرورة تقول أنه الآن لازم نقف موقف من اللين تمشي المعارض. مؤمن يعني هاي من افتراضية لا تتحقق بعون الله، لا تتحقق لأنه حياتنا ما سويناها. من نقرر كما تقرر دائما، والله يجوز رأي بها مو يجوز، يعني واثق مؤمن مليء بالإيمان إنه كلها رأي بها الخير ولا شبه. تقول لي بيش يطلبون ذاك النهار طبعا يعني لا تجون تتغلقون باب التقدم للأمة العربية وباب الأمل لفلسطين، لو لازم احنا نحارب، والله نحارب، نحارب باب الأمل باتجاه فلسطين باتجاه القدس، اكو واحد عنده غير يغلقها، شلون نغلق؟ وباب الأمل للأمة لتتقدم وتتطور، شلون نغلق؟ يعني فلسطين صار كل فترة محتلية واحنا نطلع المعتدين، صار لهم 8 سنوات يخلون الحرب تستمر وانهار من الدم السيل ونطلع احنا المعتدين مع انهار مؤامراتهم الامريكان والاسرائيليين. يجوز كل نسكت 20 يوم وعشرين يوم ما شوفوا لي دق 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 الصواريخ مال تل أبيب والطائرات تضرب، يعني مو شرط ان احنا يوميا الطائرات رايحه ومسره ويخلصوهن، راح نحط لهم توقيتات خل النوم يطير من عيونهم. احنا مصيبه ترى، من يعني كلش يعني ناعمين ومسلسين، بس من نشرب بالواحد اللي يشد خصومه هاي هي الا نقرشه الا نخليه يقع بالقايه يلا يعني ما عندنا شيء وسط، ولا تفاوض ولا نحط وسيط ولا نريد ولا دم راس. شوف عمار اليوم واحد من اخواننا العرب صف وياي قال لي فلان يسلم عليك، يقول انا اعرف فلان، قلت له سلم لي عليه بارك الله فيه وانا اعرف موقفه.
احنا ما نعرف الصف لا متعلمين بيها. هسه هاي الحرب احنا والايرانيين ما لسه احنا ما نعرف الصف لسه احنا ما ندرس محاولاتي كلها وبعدين ما عندنا شيء صاحب ووسط وعدو. لا لو صاحب لو مو صاحب ما عندنا اثنين. لو صاحب وأهل على مستوى العرب لو مو صاحب. لو صديق على مستوى العالم لو مو صاحب. يعني شغلتنا ما تحمل الانسان. ايه لوننا هالشكل لوننا احنا. والحمد لله قابلين بهاللون هذا. فاحنا هالشكل. بعد ربعك سبعة ويشكوا عندك شيء قديم طلع كتبك ما ومس ويا مدير الاستخبارات ويا اخوانك الفلسطينيين نعرف الامريكان في كل منطقه في الشرق الاوسط كل واحد منهم وين موجود. حتى اللي يجي يشتغل تجاره باليونان يريد يعرف. فهي المعركه احنا قومنا نتكرم من نتكرم كلنا وحش. وحش والله. يعني مو مال هيك شيء. لا هاي هي والله نتكرم للتعلم. أنا كما تفضلت يجب أن نعد على الأساس وعلينا في هذه تطور المعركة. احنا يعني صحيح يجوز الواحد يحسب حسابات الأمة. أنا ما أحسب كانت الأمة ما أحسب حسابات تقليدية كم مدفع كم طيارة وكم هذا من المهمات. بس الأهم منهم هل ابنهم شفناه بالحرب شفناه ماذا يعني كل حالة من معلومات إسرائيل لا أقل يدخلوا هم الغرب. فإحنا نهيئ نفسنا لمعركة بحلوستان زي ما عملوا في بنما. لا بنما لا يعني داخل النفسية يا ريت والله ما أنتم من الشر بس يمكن أمريكا تحتاج إلى تأديب. يا ريت أمريكا تجيب جيشها وتجي تحتل العالم. وين الله يسويه حتى نموتهم كلهم الامريكان خلصهم الله خلصهم بالله خلصهم. يعرف سيادة الرئيس ان المنطقه بترول ستحكي لك فيها وهم يعرفون. لا بترول ما ننطيها الضمانه ما نحرق البترول بس خلي يجيبون جيش الامريكي ويجي يحتل العراق يجي من الفاضي. شو شلون ما خلصهم كلهم بالمملحه؟ لا يغامرون انما يا ابو عمار هنا غير شكل ياكلون مره ياكلون شوم هنا المصور يا محمود هذا الكلام من اقوى الاعمال. فاحنا يا ابو عمار بالتوقيت والله لو الامور العرب زينه امور الفلسطينيين زينه شان هذا الكلام شفنا ويا نقوله جيز نستحي من بس مو الامور من هالشكل والعدو ما ينطي فرصه. ما عنده فرصه من يشوف بعينه شاف له صواريخ قال هاي العراق عنده صواريخ تصل تل ابيب. يا رب مو تل ابيب عنده صواريخ من زمان تصل كل عواصم العالم. عنده العراق كيماوي واستخدمه بنجاح على الايراني. فهذا اذا سوف لن يتردد العراق باستخدامه على تل ابيب. زين بدل ما تسالوا تل ابيب تقول لهم ليش يستخدموا العراقيين عليكم؟ ترجعوا لهم للعرب فلسطين هم ولا تعتدوا على العرب. طيب ليش بعد وراح تخافون من الكيمياء؟ لكن اسرائيل عندها قنبله ذريه من حقها والجسوميه مثل كل والكيماوية الجسومية والكيماوية والزحل ثلاث عندها 240 رأس سنوي لكل عاصمة عربية 12 رأس سنوي. هذول ما بيهددوش الأمن العربي
الله يخليك. الله يخليك. فأنا أقول هذا الكلام عن هادي جدا بس بلا مدني. عشان هيك بتقول له بدك بيتس تصفق من لكن أقول هذا الكلام لأنه لازم نتهيئ بهذا المستوى. هذا جزء نقول كلام يفرحون به الناس لأن يفرحوا به وردود فعله وما نتصور ماذا يعني. اليوم أيضا أكدته أمام البرلمان قلت والله إحنا هيك شيء إحنا عرب مو هسه عرب من إحنا أطفال بالقراءة الخلدونية يسموها قراءة أبو خلدون وأبو خلدون ما عراقي ساطع الحصري يعلمنا يقول لنا أنت عرب ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان قبلها بلاد الحرب الأوطاني من الشام إلى بغداد. فإحنا خومها اليوم يعني مو نظرية سياسية جديدة حتى أنت تقولون والله سويت نظرية سياسية جديدة وخالفتوا قواعد القانون الدولي. يعني هذا الشيء من زمان إحنا عرب. فكلمة عرب نقول إحنا جزء من الأمة. إحنا نعرف العراق جزء من الأمة. هذا يرتب عليه واجبات. نعرف إحنا ناس مفروغ عنه. ويرتب له حقوق. وبين واجباته إنه يدافع عن العرب فقط عن نفسه. فنغير هاي الحقيقة هسه يعني ورا ما تعلمناها واحنا صغار وهي موجودة أمة العرب مو واحنا صغار احنا موجودة يعني من جد من صارت أمة العرب. يعني احنا نقول احنا عرب وأمة وهم نشرب ما ندافع عن العرب يعني احنا ما نقدر نقول في شيء عندنا هي شيء ازدواجية خاصة الله أنعم علينا ووفر عندنا القدرة يعني نقول احنا عرب ونقول احنا ندافع اللي نقدر له الحقوق العربية وعلمنا وين شي شيخ ايش تسوي هاي يعني هل هذا عدوان؟ يعني هذا عدوان اليوم ما ناسي احمد ترى التعريف الهوية يعني لازم احنا نسمى معتدين واسرائيل اللي مغتصبة وتهين نساءنا وأطفالنا وتقتلهم يوميا مو معتدين. هذا السبب من زمان هذا سبب اللغة الدبلوماسية مو سبب الجماعة صار من فترة طويلة ما حد يحكي عن فلسطين وعن القومية العربية عبالك صار حيل واحد يقول قومية عربية شو مثل الفشلان أو يحشي يقول فلسطين وحقوق العرب في فلسطين وضاعت فلسطين ولازم تسترجع فلسطين شافوا اكو حد يحاشيها يعني مو فلسطيني بقياساتهم صار لا هذا عدواني عدواني يابا اكو واحد يحارب 8 سنين يصير ايضا عدواني حتى اذا هو عدواني بالاول واحد يحارب 8 سنين عدواني بس تريدون يعني كرامة العرب يوميا تدوسوها ويحكي عنها حتى لا يقال عنا عدواني هاي هي احنا من نزعل فترات كلش قصيرة بس من نزعل واتقي شر غضب الحليم توكل على الله طيب يغضب الحليم ومع الحق النصر ان شاء الله عون الله ان شاء الله والله النصر هذا النصر ان شاء الله يعني النصر هذا شوفوا بين عيوني شوفوا هذا حج علي ان لله غلالا اذا ارادوا ارادوا سبحان الله اذا ارادوا ارادوا
التصميم والإرادة يريد الله. ليش يا عبد الله؟ نعم. هسا احنا يابا احنا بنشيلنا بالطائرة محكومين بالإعدام. زين اشرح حاجة لفلسطين هي جديدة. زين هل احنا هناك متصل بعبد الله الفراني هو بيجينا من غزة واحنا بالطائرة. على ايش؟ يعني هسا احنا طلعنا امنا وصرنا يسمونا حكام هم يسمونا احنا والله ما نسمي نفسنا حكام وناصير حكام ضل مناظرين ذكر الخوي بأنه أنها الروح القتالية هاي ليس غريبة لا على العراق ولا عليك شخصيا منذ تعرفت عليه أول مرة على العراق.